لدعم المستفيدين ولا لا. فان شاء الله الفتره اللي جايه هتشهدوا وتيره متسارعه في نمو التمويل العقاري. احنا وصلنا ل 14.5 مليار تقريبا النهارده او امبارح يعني عشان اكون دقيقه. المبادره ال 20 مليار اعتقد من هنا لاخر السنه ان شاء الله تكون خلصت، طبعا بمشاركه شركائنا في النجاح اللي من اهمهم بنك التنميه الصناعيه بقياده استاذ ماجد طبعا، اللي احنا ان شاء الله هنوصل معاهم لمليار واكثر في الفتره اللي جايه. يمكن احنا بنشتغل مع 20 جهه تمويل لبنك التنميه الصناعيه والبنك رقم 5 في تمويل العملاء بعد الاربع بنوك اللي هم طبعا ابتدوا لكل البنوك الحكوميه الكبيره. فانا بعتبر ان بنك التنميه الصناعيه لا يقل يعني عن هذه البنوك على الاقل في مستوى الخدمه اللي بنقدمه عدد العملاء، وان شاء الله في زياده زي ما وعدنا استاذ ماجد. وبشكركم مره اخرى، وطبعا فرصه يعني بعد ما نخلص البنك طبعا ينتهي العرض التقديري بتاعه يبقى في فرصه ان احنا ناخد اسئله انا واستاذ ماجد والفريق كله وزملائي الاعلاميين بقى لنا فتره ما تقابلناش.